في رمضان ولا احد اتفق على مطعم. هذه بابا تبصيني مع ماما. طيب لا تحط فلاش. وهذه تالين وانا اللي بكوري ومارجي جالسه في النص. ماشي يندفع. المهم شكله حيسيبونا في الكوري واحنا ناكل بعدين. كل واحد رايح مطعمه اللي هو يبغاه. اسيل اسكتي اسيل. هذه اللي ناقص. ماما ايش تبي؟ خلاص اخر شيء خلاص نسيب. تسيبنا ما تسيبنا الا تسيب مع ماما. خلاص اسكتي انت. انا باكل صيني. لا لا ما تاكل صيني غصبا عنك. تاكلي معي؟ لا ما ابغى. لا انا ما ابغى. ايوه بس الدكبوكي ويفور قدامك اساسا مكونات وجاهز. يعني ناكل مع ماما بعدين نخليه ناكل. ايوه ايوه ايوه. متى نطلع ان شاء الله؟ نروح مع متى نطلع؟ ترى الفرق بينهم 5 دقائق ما عليك. ودحين كلهم الناس في السلامة. البيت بياكل. شوف البكب فاضي هذا. روح الصيني. انا باكل صيني مع ماما بعدين نروح المحل حقنا ناكل بيتزا. وانت قستي وزنك اليوم تقولي زايد. خلاص ناكل خس. روح انقلع وياكل اللي ماما. ما بنتي ايش تبي تاكلي؟ خلاص نروح الصين. لا ما نعرف. اسيل ما تشوف نفسها نصين. تطلع طيب. واو.